تعرف تقول ما بطلت عليكيش يا ست هانم؟ ما مين؟ ما بطلت عليكيش ما بطلت يا جماعة كل واحد قاعد في بيته دلوقتي جرب يقول ما بطلت عليكيش يا ميك اب فور ايفر. ليش ميك اب فور ايفر؟ عشان عندكم كل حاجه، مجمعين كل الميك اب وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها عندكم. اول برودكت من ميك اب فور ايفر ايبرو كيت، لان كان مسهل عليا رسم الحواجب واي هيت بنسلز. احلى مومنت مع ميك اب فور ايفر، اكتر تيم بيحب ياكل في العالم، 24 ساعه بتاكلوا مش ممكن، وفي الاخر لهم قد كده بريتيتس كلهم وقطائط وصغننين وما بيتخانوش، معرفش ازاي. رمضان اول حاجه بفكر فيها ايه؟ لمة الفاميلي والسحور وكل الاكل، سبحان الله فجاه بيبقى على موجود على الطاوله كانه مش موجود قبل كده يعني، بس بيبقى حاجه شغله عني ما حدا بيعرفها. مره هربت من المدرسه عشان اكل كنتاكي فور نو ريزن، كنت محرومه من الجونك فود فما كانش عندي وقت غير ان انا اهرب من المدرسه، والسوشيال وركر قفشتني وجابتني من القفايا في الاخر، بس بابا عوضني جاب لي جردل. مساء الخير، معاكم احمد شوقي النهارده في برنامجكم المفضل حلوه رمضان. هتكون حلقه مميزه جدا، وضيفه النهارده هتكون نور. انت فين يا نور؟ هاي. نور الغندور، ازيك؟ عامله ايه؟ وانا أخيرا. كمان اخبارك ايه؟ انت عارف ان انا كنت مبسوطه جدا 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 لما قالوا لي ان انت الميك اب ارتست. انا كمان انت عليك مكياج عالمي. ميرسي جدا بجد. الله يخليك. ميرسي. انا مبسوطه النهارده ان انا عامل لك ميك اب النهارده. yeah؟ حاجه تشرفني. ثانك يو. والنهارده في لعبه جديده ممكن تلعبيها معانا. ممكن. لا احنا جايين نلعب، جايين نلعب ونهزر. اللعبه بتقول تروث اور دير، يا سلام. So which one you gonna choose؟ ده طبيعي دير. فانا هطلب منك طلب بقى، بما اني اخترت دير ولان انت مصر خليك بقى حنين في الدير. ها، انا عايز اقول لك ان انت هتشكريني في اخر الحلقه ان انا اخترت لك دير. يا خوف. ليه بس بقى؟ ماشي. ليه انا اخترت لك النهارده ان انا هعمل لك لوك كايلي جينر؟ ده بجد؟ ده بجد. انا عايز اقول لك ان انت قمر ما شاء الله طبعا. Thank you. وان شاء الله اقدر اعمل كده النهارده. لا ماشي، بس يعني هو يجوز. يجوز فعلا. ايه رايك؟ شبهك. هطلع كايلي. ايه؟ لا هي دي موزه. دي نور جينر. كمان شويه هتبقى كايلي جينر. يا رب. انا يعني اتمنى ان هو يحولني كايلي. مين مش عايز يبقى كايلي؟ بص بقى يا نور، النهارده عشان نوصل لللوك بتاع كايلي جينر، انا حضرت لك كل البرودكت ده هنحطه النهارده على وشك، كل الميك اب في حاجه. كل ده على وشي. ليه؟ عشان مش نوصل. عايزه ابقى كايلي. سوري، اعتذر. لا يلا خلاص، هنختار حاجات هنختار. بسيطه. نعمل حاجات بسيطه وسريعه. اول حاجه هنختارها، هنختار الالترا اتش دي سكين بوستر. الحاجه الثانيه الليب بوستر. الليب بوستر دي نحطها على الشفايف وبترطب وبتخلي الليبستيك دي فوليوم دي اهم حاجه. مظبوط. الترا اتش دي بيرفكتر فاونديشن. ايه ده؟ اول مره اسمع. ده فاونديشن جديد ميك اب فور ايفر، وهناخد الالترا اتش دي اندر بينتينج. والتشالنج النهارده نور ان انا هستخدم الارتست فيس كلر اللي هو البلاشر بتاع ميك اب فور ايفر، لان انا اعمل بيه اي شادو للوك بتاع كايلي جينر، عشان هو بيست ان بينك كلرز. الصوره اللي انا اخترتها ده هو اللون ده دارك بينك. وايه كمان؟ ده اوكي. انا بصراحه عايز اخدهم كلهم وانا حاببهم. ده كمان. اوكي. Three colors, shades of pink. We can highlighter. Highlighter, yeah. Yes, please. This is my favorite. Yeah, this one. The loose powder. Mm-hmm. Loose powder نستخدمه عشان يثبت الفاونديشن. Lashes. Okay. أهم حاجة في حياتي. We can take these two. Individual one. Okay. And that one. تمام. The eyebrow. ناخد لون فاتح. Possible. Yeah. Possible, yes. بجد؟ رقم 15, 15. Okay. وناخد لون غامق كمان. ممكن ده؟ عشان انا بحبه، في علاقه. أوكي. حب بيني وبين البرو جل. وناخد الماسكره دي. اوكي. اند ذا ستارلت باودر از ويل. بما أوكي. ان كايلي يعني شي لافز ذا جلوي لوك. وفي سموكي لاشز ماسكره دي حلوه جدا للفوليوم. واخر حاجه نور هنختارها هتبقى الليبستيك. انا هروح للليبستيك ليكويد مات. انا كده اخترت. تمام. كل حاجه. خلصنا. تمام خلصنا كده. جاهزين نروح نبقى كايلي؟ جاهزين. عارف لو ما طلعتش كايلي هعمل فيك ايه؟ انا بفكر اصلا اديك الحاجات دي كلها وهمشي انا خلاص. اغني لي يعني، ممكن اغني معاك. ده صوتك حلو. يا نور عيني. يلا بينا. يلا بينا. اوكي نور. في امل؟
هو بنسبة 400% إن شاء الله. لا يا راجل. مظبوط. 400%. أنا عايزة 100% بس. شايف بقها ده؟ أنا عايزة البق المقطقط ده. بق السمكة. هو أوريدي كده أصلا. رموشها. عينيها. حواجبها. حولني. I dare you على فكرة. وأنت اللي لازم تحولني لكايلي تماما. خلينا الأول نبدأ بالبرايمر اللي هي السكين بوستر. هنستخدم براش نمبر 122. تعرف ان انا شاطره قوي في المطبخ بجد؟ وشي يبان عليه؟ لا. احسن واحده بتعمل ملوخيه للمره 9000. الله ألم. دي اكتر اكل انا بحبها. بتعرف تشهق على الملوخيه؟ طبعا. لا والله؟ طبعا. بتعرف ان مفيش حد قابلته ولقيته بيعرف يشهق؟ ايه ده بجد؟ اه دي اسهل حاجه في الملوخيه. ده هي الملوخيه اصلا كلها. صح؟ آه. والله انا قلت لهم كده. كل اللي محتاجه تعمليه تعمليه. عالمي برضه طبيعي. ما شفتنيش انا بقى في الشهقة. ايه ده؟ انا عملتها كويس؟ انت عملتها كويس. وريني كده. بس شهقتي انا غير. كل واحد ليه. اكيد. ليه يعني ليه سحبة معينة. حلو. خلاص خلصنا السكين بوستر. اوكي. بس تسيبيها اقل من دقيقة هي بتنشف بسرعة. عشان الوش يتشرب. مظبوط. وبترطب البشرة بسرعة. دلوقتي انا بحط الكونسيلر. اوكي. ببراش نمبر 144. وانتي ما شاء الله عليكي مش محتاجه كتير. ثانك يو. ده اللي هو اندر بينتينج صح؟ مظبوط. انت ده بقى بتستخدمه از كونسيلر؟ از كونسيلر. متهيألي ده بيبقى اخف من الكونسيلر الثاني، يعني انا بستخدم دايما الكونسيلر الثاني بيبقى فول كفرج. مظبوط. ده از شويه لايتر. ميديوم كفرج يعني. صح؟ الحلو بقى في البرودكت مثلا بتاعت ميك اب فوريفر، يعني مثلا ده هو اصلا خفيف دلوقتي، بس انت لو حبيت متهيألي تتقله في اي لحظه لو عملت له بيلد اب صح. هيتقل ات ذا مومنت. فعشان كده كنت بقول لك واحنا واقفين هناك ان هو البراندي بالنسبه لي حلو قوي، عشان هي عده استخدام، يعني مش بتخليك تحتاج لبرودكت تفضل تشتري في برودكت، يعني انت ممكن من برودكت واحد مزبوط. تستخدمه كذا استخدام، فاونديشن از ا كونسيلر از ا كونتورنج، حاجات كتيره زي ما انا هعمل دلوقتي حالا. ممكن استخدم الاندر بينتر ده فوق عينيكي از اي ميك اب بيز. اوكي. عشان هو في ميزه حلوه قوي، دازنت كريس، يعني ما بيعملش خطوط. مش ساعات تشوفي ناس حاطين اي شادو وعندهم خطوط كده فوق. مظبوط. اوكي. عارف لو ما طلعتش كايلي انا هجري من هنا. الالترا اتش دي بيرفكتر. ده قلت لي الفاونديشن الجديد. مظبوط. الالترا اتش دي بيرفكت. اتس فيري لايت. انا بجد مش يعني مش حاسه بيه اصلا على وشي. بس از ات كفر قوي، يعني هو دلوقتي مغطي كل اداكي اللي انت محتاجاه يعني. بجد يعني تفتكر هستغنى عن الالترا اتش دي واحب ده؟ ما اعتقدش. بعد النهارده هتحبيه جدا بجد. شكلك هتبقى صديقي المقرب. مين الوش اللي نفسك تعمل له ميك اب؟ في يعني مثلا وش حد كده نفسك تحط للوش ده؟ ماليش دعوه بالشخص، بس رسمه الوش دي نفسك تعملها. ريانا. ريانا؟ بجد؟ طبعا. احنا محتاجين نحط الليب بوستر دلوقتي. ده البرو لايت فيوجن. اتس فظيع. ميك اب فوريفر بيعملوا اثنين منه، واحد فضي وواحد جولد. اي لاف ذا جولد. يعني احلى حاجه فيه زي ما قلت لك ما بيبقعش. انا بخاف من الهايلايتس دايما، ان هو بتلاقي بعد 3 4 اورز ابتدى يعمل بقى بقع في الوش. مظبوط. بس ذس ون از اميزنج علشان جيل بيز. بتفرق يعني؟ طبعا. ده لونج لاستنج، بيقعد اكتر، وكمان بيبقى زي مرطب للبشره، يعني بيمسك في البشره. ودلوقتي اللوز باودر.
فكره الساحر دي، انت حاسه ان هي فكره الساحر؟ ها yeah. احنا ليه بقى بنحط اللوز باودر؟ علشان بيماتيفاي البشره، يعني يخلي بشرتك مات، ما تبقاش شايني، يعني ما تبقاش اويلي، فاهماني؟ وبيخلي الفاونديشن كمان يثبت اكتر، يقعد وقت اطول. مظبوط. okay. هحط لك ليتل بي اوف باودر تحت عينيكي لو حاجه وقعت يعني، وان شاء الله ما فيش حاجه طبعا. دلوقتي هنعمل من البلاشر اي شادو. ده اللي هو الارت كولر البلاشر. انا بعمله شادو. طب دلوقتي بقى في سؤال. انت لما بتستخدم البلاشر اوكي از اي شادو، ما بيخططش للبلدين خالص. ميك اب فور ايفر من الماركات اللي البلاشر بتاعهم هاي بيجمنتيشن حلو جدا، فانت ممكن تعملي كده. ممكن حد تاني يستخدم ماركه تانية فما يعملش، ما يطلعش اي شادو كويس. اوكي، فانا هتكلم عن ميك اب فور ايفر النهارده، فانا واثق ان هو يبقى كويس. فاهمني؟ تمام. انا بدات باللون الغامق، حطيته من بره العين، وهنا البلاشر الفاتح، او خلينا نقول اللي هو الشادو. انا على فكره ما غيرتش البراش من ساعه ما بدات في العين بجد. لان انا ممكن البراش دي بتاعت ميك اب فور ايفر حلوه قوي، اللي هي 242. دي ممكن اشتغل بيها للعين كلها. براش نمبر 208 دي هستخدمها تحت العين بنفس اللون اللي انا استخدمته في العين من بره. اوكي، بس فوق. تعرف تقول ما بطلتلكيش يا ست هانم؟ مين؟ ما بطلتلكيش يا ست هانم؟ ما بطلتلكيش. لا عيب عيب، مصري ما تعرفش تقولها؟ ما بطلتلكيش. ما بطلتلكيش فين يا عم؟ ما بطلتلكيش. ما بطلتلك. علشان نحط الاي شادو الشيمري في اول العين زي كايلي، هنحتاج ننضف البراش بالميك اب فوريفر كلينزر. مش محتاجين اكتر من نقطه صغيره. متاكد ان عشان اللون فاتح ما يطلعش فيه الوان. دلوقتي هنستخدم الستارلت باودر، هو هيديني نفس النتيجه اللي انا عايزها. في حركه بحب اعملها. لا. لا دي الحركه دي تودينا في داهيه، ده كتير قوي. انا عايز العب. اوكي ماشي، بس بعيد عن عينيك. يا It's very nice. ممكن بقى تستخدم من هنا. حاضر. يا سلام يا نور. انت فين من زمان؟ طب انت شايف في اي ملامح في كايلي في وش؟ لغايه دلوقتي بنسبه 90%. لا والله. واثق قوي كده؟ واثق. ودلوقتي قبل ما نحط الرموش هنحط ليتل بي في ماسكارا بسيط جدا. الماسكرا علشان تتاكدي ان كل الرموش اخذت لون، بس مش كتير علشان ما يعكسلكيش الرموش، يخليها صعبه انك تركبيها. النهارده انا حضرت لك علبتين رموش، واحده الانديفيديوال اللي هي ال1 باي 1، وواحده اول وان بيس. اوكي، المشكله اللي الناس بتقع فيها ان هم لما بيجي يشيلوا الرموش من العلبه بتتقطع. فانا عندي طريقه سهله جدا، مش عارف يعرفوها ولا لا. انت بتجيبي صباعك ده وتدوسي عليها كده، بتتفك بكل سهوله وتحافظ على الشيب بتاعها. دلوقتي بقى نحط الرموش الانديفيديوال عشان نعمل مور فوليوم في اللاشز ونجيب اللوك بتاع كايلي جينر. حكي. I'm tripping on fitness. I make no sense. بس انت جبت المرايه دي منين؟ سرقتها. ينفع ابص بصه صغننه؟ لا لا لا. غمض. عارف كده لما تحس ان في حاجه بتاكلك كده؟ نفسي ابص. اه
احط مور ماسكرا. حر قوي، حر مش ممكن، يعني انت مش فاهم الجو حر فعلا، الحر اللي انا حاسه بيه. بص فوق. طيب فوق. مش عايز تجيب حاجه من هناك؟ لا فوق. 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 اوكي، حاجة مهمة جدا في ناس كتير بتنسى تحطها، تبقى هي حاطة رموش ويبان ان هي حاطة رموش زي دلوقتي كده. اسهل تيب يعني واسرع حاجة، نجيب قلم الكحل، بص فوق، وبنحط بس هنا دارك شيد. قبل ما نعمل حواجب هحط بس حاجة بسيطة من الستارلت باودر تحت الحاجب كده يدي شاين، وزي ما اتفقنا هي نفس البراش اللي هي 242. اوكي، فانت النهارده رسمه العين كلها بوان براش، براش واحده. مظبوط. نرجع تاني للون الغامق. ودلوقتي ماي فيفورت بيت ويتش از جونا بي ذا اي براو. نعمل اي براو، وانا اخترت لك اللونين زي ما اتفقنا اللي هو الاكوا برو الجل نمبر 30 ونمبر 15. اللون الفاتح بقى هنستخدمه بالبراش بتاع هنسرح بيه الحواجب على فوق. تمام. عادي ممكن يحصل حاجة زي اللي حصلت دي، لو اللي أنا مش شايفاها أصلاً. اللي أنت مش شايفاها، فدي نستنى عليها شوية ونشيلها على طول. يبقى أنت طلعت من اللون شوية على مظبوط على السكن. أوكي مظبوط، فطبيعي إنه يحصل كده. هرجع أحط تاني ماسكارا عشان اللوك اللي إحنا بنعمله هي حاطة ماسكارا كتير سبيشالي في اللاشز اللي تحت. قبل ما نخلص العين ونسيبها نقول لها باي باي، هنحط بس قليت البق، هنزيد الستارلت باودر. مظبوط. هنستخدم البلاشر از بلاشر، البلاشر اللي انا بحبها الميك اب فور ايفر للبلاشر اللي هي اللي انا ماسكها دي اللي هي 128. طبعا وارد انه يطلع تقيل مع اي حد زي ما انا طلع معايا كده، علشان البيجمنتيشن عالي جدا في الارت سكالر شويه طلع مظبوط كتير. دلوقتي هنجيب براش نمبر 120 ونشيل الباودر، فاكره اللي كنا حاطينه في اول العين؟ مظبوط، ونشيله قبل ما نحط الهايلايتر. الطريقه اللي بنشيل بيها البلاشر لما يكون كتير، بنجيب الباودر باف عليها الباودر اللي احنا استخدمناه وبنحط عليه تاني. هنا تمام. في ناس بتحط الهايلايتر بال ذا سيم براش، يو كان دو ات، يعني انت ممكن تحط الهايلايتر بالبراش بتاعه البلاشر. اوكي. بس انا بيرسونالي بستخدم نفس البراش اللي هي 120 دي اللي بنحطها. انا كمان متهيألي دي بتبقى رايقه. فيري فاين وجميله. لمعني. ولاكم حبيبي سلموا لي عليك. دلوقتي الليب لاينر والليبستيك. It's gonna be the last thing. طيب. هو اكوا ليب رقم 2C. انت عارفه كايلي عندها شفايفها من هنا نازلين كده. دول داخلين لجوه كده ودي مقلوبه شويه لبره. مظبوط. وكايلي عندها دايما بتعمل الحركه اللي هي ما عشان كده انا اخترت لك لونين، اخترت لون غامق ولون فاتح. دلوقتي الغامق في الاطراف. مظبوط. وبعدين بتعبي بالفاتح في النص عشان تكبر، صح؟ الليكويد مات ده الميزه بتاعته ان هو ليكويد بس بينشف. بص زي ما انت شايفه دلوقتي. انت مش شايفه. قلت لي الجملة دي كتير وبتجرحني، هرفع المراية في الآخر ومش هرد عليك.
اوكي. دلوقتي ممكن اخد براش اللي هي الليبستيك براش نمبر 304. ليا انا اللون مش يعني مش هو بالظبط، فانا ممكن برضو اعمل حاجه سريعه، هجيب نفس البلاشر اللي احنا استخدمناه اي شادو، وبالشادو براش ممكن احط عليه كمان البلاشر. طيب افتح اللون. ما خدناش وقت كتير، ها 10 دقايق ولا 12 مينيت. قد ايه احنا كذابين، ها؟ عندي مفاجأة ليكي. خلصنا؟ لا لسه، عشان ما بقاش كذاب. هبص طيب. لا ما تبصيش. بص طب بصي، خلاص بصي. ولا اقول لك لا لا ما تبصيش، هنروح نعمل حاجة ونيجي تاني. هنروح نعمل حاجة ونيجي تاني. الحقيقة أنا عندي ليكم مفاجأة، إن أنا كان لازم أخلي نور تختار تروس مش دير، لأن حسيت إن اللوك مش هو قوي، ف معلش سامحوني المره دي، وان شاء الله نتقابل تاني في برنامج حلوه رمضان. هو انا كل شويه هقعد ادور عليك؟ اه خدي المرايه اهي. اخدت مرايتي واخدت حاجتي وقعدت تعمل او ماي جاد واو تحفه. ايه ده؟ مين دي؟ كايلي جينر. او ماي جاد تا 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 تا. كايلي جينر ما بتضحكش، المفروض اتقمص البق بتاعها دلوقتي صح؟ I'm so happy بجد، أنا سعيدة جدا. أول حاجة أنا اشتغلت معاك، تاني حاجة على الفاينل لوك اللي فاجئتني بيه. يعني أنا هقول لك على حاجة بصراحة ما كنتش متوقعة خالص. وأنا كمان بجد؟ نفس الشعور يعني. لا أوكي. طبعا كنت عارف إن أنا هعمله بس الحمد لله يعني. أنت إذا بتقلش ولا إيه؟ المهم فبجد أنا دلوقتي مبسوطة جدا و I'm so happy. و thank you make up forever للفرصة دي، و thank you ان انتوا جمعتونا ببعض، و thank you ان احنا عملنا الشغل الحلو ده. thank you make up forever and we love you make up forever. ودلوقتي فاضل حاجة واحدة بس، ايه هي؟ فزورة رمضان. يلا فزورة النهاردة بقى بتقول ايه؟ جسمها واقف وشعرها قصير، استخدامها زايد مش خافف، بس اسلوبها عمره ما يتغير، امسكيها بايدك وحطيها على وشك، بس ها اوعي تنسي تعديها على بلشك. الالوان من غيرها ما تتشافش، ولو غسلتيها من غير ما تهويها ما تنشافش. يا ترى هي ايه؟ انا عارف. اوعى تقول لهم، هم هيعرفوا الاجابه، وعلشان تفوزوا لازم تكتبوا الاجابه في الكومنت تحت الفيديو ده، وكمان علشان تفوزوا لازم تعملوا سبسكرايب لميك اب فوريفر ميدل ايست على يوتيوب شانل. وعشان تعرفوا مين اللي فاز لازم تعملوا فولو على الانستجرام ميك اب فوريفر ميك اب فوريفر.